السلام عليكم الإخوان، كنتمنى تكونوا بخير. معكم إن شاء الله في فيديو جديد. وقبل ما نبدأ ما تنساوش تابوناو، لأنه غادي نكملوا إن شاء الله ليكور ديال البخوميغ اس إلى دوزيام اس كاملين إن شاء الله، وحتى لا تخوازيام اس إلى كاتخيام اس إن شاء الله في السنة المقبلة. دونك إن شاء الله بقوا معنا، ولا عجبك الفيديو دير جيم، وعلى بركة الله. في الفيديو الأولانيين كنا هضرنا على لا جيو ديناميك إكسترن، دخلنا في الانتروديكسيون جينيرال، وكنا دخلنا في لا بروميير بارتي اللي هي لا سيركولاسيون اتموسفيريك اي نوسيون دو كليماتولوجي. منين سالينا لا بروميير بارتي اللي درنا فيها تقريبا شي 8 ديال الفيديوهات مشروحين مزيان، وغير اللي ما بغاش يفهم، يعني اللي ما فهم شي حاجة يعاود الفيديو، ما كاين حتى شي مشكل انك تعاود، المهم هو انك تفهم. الا فحيت لا فهمتي السؤال اللي تحط لك غادي تجاوب عليه، هذا هو الاهم. ما فهمتيش الفيديو عاود تصنت ليه، عاود شوفوا، عاود راه حاولت ما في الامكان انني نصور لكم الفكره كما يجب. ولا بقى عندكم شي تساؤل خليوه ليا في كومونتير، وان شاء الله غادي نجاوبكم في اقرب وقت. دابا ملي سالينا لا بروميير بارتي غادي ندوزو في لا دوزيام بارتي ديال لا جيو ديناميك اكسترن، واللي هي سيكل دي روش سيديمونتير اي برينسيپو ميليو دو سيديمونتاسيون. حنا ما غاديش نهضروا على لي برينسيپو ميليو دو سيديمونتاسيون، حيت حنا ما تطرقناش لهذا الموضوع هذا في هذه السنه هذه. دونك غادي نهضروا على لو سيكل دي روش سيديمونتير. بالنسبه لي ميليو دو سيديمونتاسيون ما غاديش نقدروا ما نهضروش على لي ميليو دو ديبو. المهم احنا غادي نهضروا على لا بارتي اللي كنا قرينا في الكلاس، يعني غادي نحبسوا ان شاء الله. دونك لي ميليو دو سيديمونطاسيون ما غاديش نتطرقوا لهم ان شاء الله، غادي نتطرقوا لا بارتي الاولانيه. دونك نبداو على بركه الله. لوبجيكتيف من هاد لا بارتي هادي سي بريزونطاسيون دي بروسيسوس فيزيك كيميك اي بيولوجيك ريسبونسابل دو فاسونمون des formes du relief à travers le cycle des roches sédimentaires. Ensuite, présentation des différents types de roches sédimentaires, leur intérêt géologique, ainsi que les différents types de milieux de leur dépôt. Donc, on a fait la partie à dire d'un droit les roches sédimentaires généralement, qui fait que tu as l'érosion, l'altération, le transport des particules, la diagénèse ou la diagénèse, les étapes de la diagénèse, ou les roches liquides formes ou lina par transformation de la roche par diagénèse, les roches liquides formes ou lina par diagénèse. Donc, had le chikam, inshallah, radin starkole. La vidéo est jayin, inshallah. Donc le chapitre 1, le cycle des roches sédimentaires, classification des roches sédimentaires, l'intérêt géologique des roches sédimentaires. Donc l'introduction. Les roches sédimentaires nommées aussi roches exogènes, yani exogènes, yani jaz alabra, machi endogènes, yani exogènes, sont des roches qui se forment à la surface de la Terre suivant les étapes suivantes. Donc les roches sédimentaires, généralement les roches sédimentaires, ont les roches qui jouent la sédimentation. Yani, sédimentation, il y a le dépôt d'iel. واحد الغوش مثلا. نعطيكم مثال باش تقدروا تفهموا شنو هي لي غوش سيديمونتير بالنسبه للناس اللي مازال ما دخلوش، مازال ما فهمش شنو هي اون غوش سيديمونتير. مثلا عندنا اون غوش، غادي تفرتت لنا ديك لا غوش ا ترافير لالتيراسيون ليروزيون ترانسبور، غادي تعطينا دي بارتيكول اللي هما صغارين بزاف. هذوك لي بارتيكول كيتجمعوا ديال لي غوش بزاف، شنو كيعطيونا؟ كيعطيونا سيديمونطاسيون، كتسمى سيديمونطاسيون. ومني كيتحولوا هاد لا سيديمونطاسيون، مني كتحول
par la pression et par la température exercer la pression la température ملي كنديروا عليهم واحد لا بريسيون كبيره واحد لا تمبيراتور اللي هي كبيره هاد هاد لا سيديمونطاسيون كتحول اون روش سيديمونتير يعني واحد لا روش اللي هي ديفيرونت دو لا روش الاولانيه يعني حنا هنا مثلا عندنا الغرانيت هاد الغرانيت هذا غادي يتفرتت توقع عليه لاتيراسيون اي ليروزيون غادي تحول لينا مثلا لو صابل هاد لو صابل هذا ملي غادي توقع عليه لا دياجينيز لا دياجينيز ملي غادي توقع عليه لا دياجينيز شنو غادي يولي غادي يولي لنا كومون لي زابيل قلنا هاد ابخي لا دياجينيز غادي يعطينا لو غري هاد لو غري هو واحد الغوش اللي نتجات لينا على ان هاد لا سيديمونطاسيون ملي وقع لها لو كومباكتاج يعني تضغطات بزاف ملي تضغطات بزاف وبالحراره كبيره بزاف عطاتنا لو غري لا غري هاد الغري هذا دازنا بلا دياجينيز وهاد لا دياجينيز غادي نديطيوها مزيان في لي بارتي اللي هما جايين Donc le cycle sédimentaire, je ne sais pas, la roche, une roche exposition, yani roche exposée, yani واحد الغوش اللي هي باينه لينا. كيفاش زعما باينه لينا؟ يعني لا روش باينه لنا في الجبال سواء فوق الارض ولا شنو غتوقع لها التيراسيون شنو هي الالتيراسيون التيراسيون هي انك كتبدل ليها لي كومب لا كومبوزيسيون ديالها كتقدر انها تحول او لا تفرتت او لا تبدل حنا غادي نشوفو باغ ديتاي شنو هي الالتيراسيون غيوقع لها ليغوزيون اي ترونسبور ليغوزيون يعني هي ان ديك الحجره كتقدر تحيد من بلاصتها وكترونسبورتا يعني كتحرك وكيحرك تتحرك يا بالماء يا بالريح بزاف ديال العوامل حنا اللي غادي نشوفوهم دابا في لي بارتي اللي هما جايين يعني ابخي ليغوزيون اي ترونسبور كيوليو عندنا دي بارتيكول اللي هما ليبغ يعني قلنا ملي كتحيد ديك لا بارتيكول كتولي ليبغ يعني ما كتبقاش لاصقه في بلاصه يعني سي اون بارتيكول اللي هي ليبغ هادوك لي بارتيكول غيتجمعوا في واحد البلاصه باش يعطيونا لي سيديمون هاد لي سيديمون سو سون دي سيديمون موبل يعني كيتحركوا بيناتهم لونفويسمون يعني انهم يبقاو تيضغطوا وغيبقاو يهبطوا تحت الارض باغ دياجينيز غتوقع عليهم لا دياجينيز اللي هو واحد لا بروسيسوس فيزيك اي شيميك كيوقع عليهم بروسيسوس فيزيك يعني عوامل فيزيائيه وعوامل كيميائيه كيوقعوا عليهم باش في الاخر كيعطيونا واحد لا غوش هذيك لا غوش تقدر تبقى غادا تحت الارض وتوقع لها لا فيزيون بارسيال او لا ترانسفورماسيون واحده اخرى اولا تقدر ديك لا غوش تكسبوزا عاوتاني من جديد وتوقع لها عاوتاني نفس الدوره هنا غنبداو دابا في لالتيغاسيون كاينه لالتيغاسيون اي ليغوزيون غنشوفو شنو هي لالتيغاسيون لالتيغاسيون سي ان انسومبل دو موديفيكاسيون فيزيك اي شيميك يعني مجموعه من العوامل الفيزيائيه والكيميائيه يعني كنبدلو لا شيمي ديال لا غوش كتبدل ولا فيزيك ديال لا غوش كتبدل حتى هي كي افيكت لي سيديمون اي لي غوش اللي كي هاد لي موديفيكاسيون فيزيك وشيميك كيوقعوا لنا في لا غوش افيكت لا غوش يعني تيوقعوا لا غوش باش هاد كيفاش كيوقعوا اكسبوزي على الاتموسفير ليدروسفير و على البيوسفير يعني كتكون عندنا واحد لا غوش مثلا مشيتي لواحد الجبل مشيتي كدور لقيتي واحد الحجره هنايا مثلا في راس ديال الجبل هذيك الحجره اللي لقيتها انت هنايا راه ضاربه فيها الشمس طاحت عليها الشتاء قاسها البرد في يامات البرد تقدر يكون طاح فوق منها الثلج وبردات بزاف يعني داك لاغوش هذيك لاغوش اللي شفتي انت هنايا قبل مليون سنه راه تقدر تكون ماشي هي نفس لاغوش يعني كانت واحد لاغوش هنايا وتبدل المحتوى ديالها كيميائيا وفيزيائيا وتقدر ديك لاغوش اللي كانت مليون سنه تقدر تكون تفرتات او ولات دي بارتيكول صغار بسبب لالتيغاسيون علاش لالتيغاسيون حنا نشوفوا علاش لالتيغاسيون اكسبوزي على الاتموسفير يعني كتكون اكسبوزي يعني كتكون باينه في الجو يعني بحال هذه الحجره هذه اللي هضرنا عليها هنايا على الهيدروسفير يعني كتكون مثلا على الهيدروسفير يعني الهيدروسفير شنو هو لا بارتي ليكيد ديال لا تير يعني
يعني المياه البحور لي لاك هادو كلهم تيتسموا الهيدروسفير. البيوسفير هو اي حاجه اللي هي فيفونت لا ماتيير اورغانيك، يعني مثلا اي حاجه حيه مثلا النباتات الانسان الحيوان الحشرات هادو كلهم كيتسموا لا بيوسفير. يعني هاد الحجره هادي اكسبوزي يعني كتكون باينه في الاتموسفير وفي الهيدروسفير او في لا بيوسفير وحده في هاد الجوج هادو، وكتخضع لهاد الحجره هادو ظواهر فيزيائيه وكيميائيه باش انها كتحول. سي ميكانيزم فيزيكي شيميك ترانسفورم لا روش مير، يعني كيحولوا لنا هاد لي ميكانيزم هادو شيميكو فيزيك كيحولوا لنا ديك لا روش مير، يعني هي لا روش الام ولا الاصل هذيك الحجره الاصل اون بارتيكول، يعني كتحول لي بارتيكول يعني حبات او لا مثلا اش كنقول لكم لي بارتيكول هما حبيبات او لا حجرات صغار او لا حجرات صغار دي بارتيكول اون ليبيرون دي زيون امبورتي، يعني بتحرير ايونات يعني لي بارتيكول بيناتهم. اصلا الحجره مناش مصنوعه من ذرات، ماشي مصنوعه اول حاجه من دي موليكول يعني من جزيئات، وهذوك الجزيئات مناش مصنوعين من ذرات، وهذوك الذرات عندهم الكترونات يعني بليونيزاسيون، يعني كيف قد الكترون او لا كيكتسب الكترون تيوقع ليها داك ليبراسيون دي زيون امبورتي باش كيوقع ليها سميتو باش كتوقع ليها الالتيراسيون، يعني دوك لو بارتيكول كيوقعوا بيناتهم دي زانتيراكسيون في لي الكترون، يعني كيقدر انه يفقد ايون او لا يكتسب ايون، يعني كيقدروا يتفرقوا دوك لي موليكول وكيكونوا لنا حبيبات. ليبيرون دي زيون امبورتي اون سوليسيون، يعني هادوك لي زيون اللي كيتليبيغاو كيتهزو اون سوليسيون ou en formant de nouveaux minéraux. يعني سواء كيمشيو سو فورم دو سوليسيون سواء كيمشيو في ليكيد مع الماء او لا مع الماء البحر سواء مع الماء الشتاء او لا كيمشيو فورمو او لا كيحولوا لنا واحد او لا كيعطيونا مينيرال واحد اخر اللي كيعطيونا معدن اخر. Il implique plusieurs processus qui agissent sur place sans aucun déplacement de la roche. يعني بلا ديبلاسمون ديال لا روش، يعني حنا اللي غادي نشوفوا هنا ان الالتيراسيون شنو الفرق ما بينها وبين ليروزيون، هو ان الالتيراسيون كتكون عندنا حجره هنايا كتقدر تصب عليها الشتاء كيقدر يضرب فيها الريح كتقدر تضرب فيها الشمس كيقدر يضرب فيها البروده بزاف كتقدر طيح عليها الثلج، هاد العوامل كامله كيأثروا على هاد الحجره هادي والمكونات ديالها الفيزيائيه والكيميائيه كتبدل، وكسوا انها غادي تفرتت بشويه وتعطينا واحد دي بارتيكول اللي هما صغار، سواء انها غادي تبدا تحول كيميائيا وغادي تقدر تعطينا شي صخره واحده اخرى في لا سيرفاس من الداخل ديالها، يقدر يبقى هكاك حتى تهرس وتفرتت، وغادي تبقى هاد العوامل غادي يوقعوا لها بعد ملايين السنين. كاينه لالتيراسيون فيزيك ياك، قلنا حنا دابا لالتيراسيون فيها لالتيراسيون فيزيك وفيها لالتيراسيون كيميك، دونك كاينين جوج، كاينه لالتيراسيون فيزيك كاينه لالتيراسيون كيميك. دابا نحاولوا حنا ننظموا الكور ديالنا باش نفهموه مزيان باش ما ندخوش في حاجه، يعني دابا شنو قلنا، كاينين دو فورم دو لالتيراسيون، كاينه التيراسيون فيزيك وكاينه التيراسيون كيميك، يعني خصنا ننظموا الكور في الدماغ ديالنا باش نمشيو مزيان. لالتيراسيون فيزيك شنو هي؟ ديزانغريغاسيون ميكانيك، يعني désagrégation mécanique. Un certain nombre de processus physiques produisant la désagrégation, c'est la fragmentation d'une roche aboutissant à une modification de relief. Parmi ces processus, on trouve la thermoclastie, la géliffraction, l'exfoliation et la déschromation. L'holoclastie est l'usure et l'usure mécanique. يعني هاد الحجره هادي غادي تقدر انها تهرس لا ديزاغريغاسيون ميكانيك، يعني ميكانيكيا يعني فيزيائيا كتقدر ان ديك الحجره تهرس لا ديزاغريغاسيون هي انها تفكك، يعني يوقع لها تفكك، وهذا التفكك هادو غادي يكون كاين خمسه الانواع ديال التفكك، هما هادو اللي شفنا هنايا لا تيرموكلاسي جيلي فراكسيون ليكسفولياسيون ديسكوماسيون لولوكلاسي اي ليزور ميكانيك. شنو هي لا تيرموكلاسي؟ نشوفوا شنو هي لا تيرموكلاسي. لا فراغمونتاسيون دون ماس روشوز كوزي بار دو فورت فارياسيون
répétée de la température extérieure. Ce phénomène est fréquent dans les déserts tropicaux où l'écart entre la température diurne et nocturne peut dépasser 50 degrés Celsius. يعني شنو هي لا ثيرموكلاسي قلنا احنا دابا لا ديزاغريغاسيون فيها خمسه فيها لا ثيرموكلاسي هاد لا ثيرموكلاسي شنو هي لا ثيرموكلاسي كتوقع لنا في لي ريجيون اللي هما ديزيرتيك يعني في البلايص اللي كيكونوا فيهم الصحاري كيفين كتكون الصحراء فين كتكون الصحراء كيكون عندنا الحجر في الصحراء هذاك الحجر اللي في الصحراء كيقدر انها بالليل كتقدر انها بالليل الحراره كتكون مثلا جوج مثلا كتقدر انها تكون 2 دوغري سيليسيوس كتقدر ان الحراره تكون 2 دوغري سيليسيوس وبالنهار ملي كتضرب الشمس كتقدر الحراره توصل حتى ل 50 دوغري سيليسيوس يعني هذه الحجره هذه بالليل كتكون في 2 دوغري سيليسيوس وبالليل كتوصل الحراره حتى توصل الحراره في الصحراء 2 دوغري حيت الحراره حنا عارفين بان الصحراء الرمله كتشد السخونيه راه غتوصل حتى ل 50 دوغري وبالليل لو سابل كيفقد داك السخونيه ديالو يعني غتوصل لنا واحد الحراره اللي هي كيكون البروده هذه معروفه كتكون البروده في الصحراء يعني هذيك الحجره اللي غادي يبقى يوقع عليها هكا ليل ونهار ليل ونهار اعوام وسنوات والاف السنين شنو غيوقع لك الحجره غادا تهرس بيان سيو غادا تهرس بالحراره والسخونيه الا شدينا حنا الزاج وعمرناه الزاج وحطيناه في البروده اش غيوقع ليه يقدر يتهرس مثلا الزاج درتيه في 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 في, في, الج... في, في الفريغو وخليتيه برد مزيان وشديتي واحد المقراش درتي فيه الماء سخون سخنتي وجديتي ديك وجبد وغادي تجبد ديك القرعه من الثلج وغتخوي عليها الماء سخون شنو غيوقع لها غادا تهرس في البلاصه وهذه راها باينه وكتوقع لينا ملي كنبغيو نخويو اتاي في الكاس ملي كيكون بارد كيتهرس الكاس هذه هي لا تيرمو كلاستي ندوزو لا جيلي فراكسيون كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا لا جيلي فراكسيون سي اون فراغمونطاسيون دو لا روش بار لاكسيون دو جيل اي دو جيل et des gels. Ce phénomène est intense dans les endroits où la température voisine 0 degré Celsius à certaines périodes de l'année, comme en haute montagne et dans les régions polaires. هذا لاكسيون دو جيل اي دي جيل هذا لاكسيون هادي شنو كيوقع كتكون مثلا واحد لاغوش ياك هذيك لاغوش مثلا في الصباح هذيك لاغوش مثلا نقولوا مشققه من هنا هذيك لاغوش غادي يدخل فيها الماء في الصباح مع الصباح مع السخونيه غيكون مثلا في شي في شي في شي جبل وحنا عارفين بان الجبال كيكون فيهم البروده بزاف يعني الحجره تقدر تجمد مثلا هذيك الحجره غيدخل لنا فيها شويه ديال الماء فهذيك غيدخل لنا مع هاد لافيسيو غادي مع هاد الثقبه هادي ماشي ثقبه وانما واحد كيكون بحال شقه يدخلنا الماء بالليل غادا تجمد وحنا عارفين بان الماء ملي كيجمد اش كيوقع ليه كيزيد يتمدد ياك ولا جربتيها دير قرعه وعمرها بالماء وعمرها حتى الفم وسد عليها وخشها في الفريكو وشوف اش غيوقع القرعه غادا تنفخ اش غيوقع لهاد الحجره هادي ملي غادي تجمد شنو غيوقع غادا تهرس غادا تشقق غتزيد تشقق ياك ملي غتزيد تشقق غد لي عاوتاني شنو غيوقع هذاك الثلج عاوتاني غادي يذوب عاوتاني الليل عاوتاني غادي يقدر تزاد الهيوميديتي على ديك الحجره عاوتاني غادي تعاود تجمد عاوتاني غادي تعاود تزيد تهرس شنو يعني كيذوب داك الجليد في الصباح وبالليل كتعاود تجمد مع البروده حيت كيكون في الجبل حيت الحجر في الجبل كيكون بارد واصلا حنا عارفين مع الالتيتود كتكون البروده يعني الجبل الفوق غادي يكون البروده بزاف شنو غادي يوقع انا هاد الحجره هادي غادي تهرس وهذه هي لا جيلي فراكسيون بار لاكسيون دو جيل اي دو دي جيل هادو حفظوها بار لاكسيون دو جيل اي دو دي جيل ليكسفولياسيون اي لا ديسكوماسيون سي لا فراكتور هانت بعدا هاد اكسيون جيلي فراكسيون كتكون في لي هوت مونطاني يعني في الجبال وكتكون في لي ريجيون بولير يعني في البلايص اللي جاوا في لو بول ليكسفولياسيون ولا ديسكوماسيون سي فراكتوراسيون اون فوي دون روش كومباكت اي هوموجين يعني ليكسفولياسيون اي لا ديسكوماسيون كتكون عندنا واحد الحجره كتكون حجره هكا كتبدا دير بحال هكا كدير شقوق هاك يعني الا شديتي هاد الطريف هذا وجريتيه من ديك الحجره يتجر معاك بحال شي وريقه هادي هي ليكسفولياسيون شنو هي لي فولياسيون هما هادو دي فولياسيون بحال هكا دي فيسيور يعني
et la desquamation. L'exfoliation et la desquamation, c'est une fracturation en feuille. Il y a une terrasse à la chèque de l'orcat. Il y a une terrasse à la chèque de l'orcat. Il y a une terrasse à la chèque de l'orcat. Il y a une terrasse à la chèque de l'orcat. Il y a l'exfoliation et la desquamation en feuille d'une roche compacte et homogène. Il y a une compacte. Il y a une compacte, يعني متماسكة فيما بينها وهوموجين كتكون يعني من مينيرال واحد أو لا من بزاف ديال لي مينيرال ولي ممزوجين بيناتهم. L'holoclastie, une fragmentation de la roche causée par la formation de cristaux de sel suite à l'évaporation de l'eau qu'ils contiennent. هادي شنو هي الholoclastie؟ أنك سيدي كتكون عندك واحد الحجرة وهاديك الحجرة كتكون كيكون فيها مثلا كيكون كيكونوا مصنوعة من لي مينيرال كتكون فيها معادن وكيكون فيها حتى الأملاح حتى كيكون فيها الملح يعني لي سيل مينيرو كيكون فيها حتى الملح هذاك الملح اللي كيكون الداخل ديالها شنو كيوقع ليه هذيك الحجرة مثلا كتكون فازقة شوية كتكون اوميد يعني كتكون فيها واحد شوية ديال ليميديتي مع الشمس شنو غيوقع لذاك داك 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 الحجرة غادي ينشف داك غادي ينشف داك الماء اللي فيها شنو غيوقع وشنو غادي يوقع يعني يعني داك الملحة اللي كتكون دايبة في وسط داك الماء اللي كاين في ديك الحجرة شنو غيوقع ملي غتنشف غادي تفورماو لنا لي كريستو يعني باللورات ديال 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 الملحة شنو غيوقع ملي غيتفورماو باللورات غيدفعوا الجناب ديالهم شنو غيوقع الحجرة غادي تبدا تشقق بحال اللي في البحر كتشوفوا كيجمعوا الماء ملي كيصنعوا الملحة كيجمعوا الماء في بلايص بحال هكا وكيخليوه كينشف شنو كيوقع لنا لتحت كتبقى لنا الملحة لتحت كتبان لنا الملحة بيضاء ديك كريستو ديال الملحة يعني لي كريستو ديال الملحه هذه هي لولوكلاستي وهاك ولا كانت الحجره فيها الملحه لداخل راه كتهرس غير كتنشف كتهرس لوزور ميكانيك بار لو شوك او لو فروتمون دي غران ديتريتيك امبورتي بار لو فون لو او لا غلاس لوزور ميكانيك بار لو شوك او لو فروتمون دي غران ديتريتيك امبورتي بار لو فون او لا غلاس هاد ليزور ميكانيك هي واحد العمليه كتقدر توقع لنا بار لو شوك او لا فروتمون دي غران دي تريتيك امبورتي بار لو فون لو او لا غلاس يعني كتكون عندنا واحد الحجره غتكون عندنا واحد الحجره مثلا غتكون عندنا واحد الحجره هكا وهنا الريح جاي هذاك الريح اللي جاي شنو جايب معاه مثلا جاي معاه لي بارتيكول ديال لو صابل الرمله وديك الرمله شنو فيها راه الرمله فيها حتى الكوارتز فيها الكوارتز والكوارتز كنعرفوه من بين المعادن اللي هي جد قويه يعني داك الكوارتز مع الاف السنين كيجيب داك الريح وكيضرب في هاد الحجره يبقى يضرب اليوم يضرب غدا يضرب اليوم يضرب غدا اليوم يضرب الاف السنين هاد الحجره هادي راه غادي يبدل ليها الفورمه ديالها تقدر هاد الحجره تقطع من هنا يحيد لها هاد الجنب كامل ولا يقدر كاع هاد الحجره يفرتتها كامله هذا هو اليزور ميكانيك سواء بالريح سواء بالماء عاوتاني تحت البحر بالماء كيقدر يقيسوا بلي غران دو كوارتز اولا شي حاجه بحال هكا اولا بالثلج ملي كيكون الثلج الفوق وكيبقى يدفع داك الثلج يدفع فوق هاد الحجره هادي وحنا غادي نشوفوا هاد القضيه هادي شنو هي ديال الثلج اللي كنسمى كيسموا لي غوش موتوني لي غوش موتوني يعني الثلج كتبقى تدفع فوق هاد الحجره مثلا كتكون حجره هكا كيكون الثلج فوق منها ثقيل ومع داك الثقل ديال الثلج كيأثر على الحجره وداك الثلج كيكون كيتحرك مع الهبطه ديال الجبل كيكون كيتحرك يعني كيتحرك هكا وكيحك في ديك الحجره شنو غيوقع ليها غادي يهرسها La gélifraction roche fissurée se débite en bloc après modération. La gélifraction, yani la gélifraction, il y a l'action du gel des gels. Yani كدوب كيدوب داكشي كيدوب الماء كيعاود يتجمد وسط الحجره كتشقق الحجره هو هذا هادي سي كوا لولوكلاستي دابري مو لولوكلاستي هي ديال سميتو ديال قلنا لي كريستو دو سيل يعني كطيح حتى بيرميابل يعني كيدوز داك الماء تماك لي فاليز لي فابوراسيون يعني كتوقع واحد لي فابوراسيون باش كتوقع لي فابوراسيون لي فابوراسيون هي التبخر يعني كتوقع بالشمس كضرب الشمس كيتبخر اش كيتبخر كيتفورماو لنا لي كريستو يعني هذوك لي كريستو ملي كيتفورماو كيدفعوا الحجره للجناب ملي كيدفعوا الحجره للجناب اش كيوقع كيكونوا بزاف ديال لي كريستو الحجره كيهرسوها كطيح
La désagrégation mécanique est particulièrement importante dans les zones désertiques où la température peut atteindre 50 degrés Celsius entre le jour et la nuit sous climat humide et froid, où la température varie autour de zéro à l'action du gel dégel. Ce type d'altération est responsable de l'accumulation des manteaux d'éboulis caractéristiques des zones désertiques ou de montagne. هذا لو تيب هذا ديال لا ديزاغريغاسيون يعني هذا التيب هذا ديال التفكك حنا شنو قلنا على التفكك هو لا ديزاغريغاسيون ميكانيك او لالتيراسيون فيزيك هي لا ديزاغريغاسيون ميكانيك يعني هاد الخمسه هادو كيعطيونا ليبولي كيعطيونا ليبولي يعني هو انا نقول لكم شنو انا نقول لكم شنو هو بالضبط هو الكياس مثلا الكياس والحجار والحجرات الصغار فهمتي هذا بسبب لا ديزاغريغاسيون ميكانيك يعني بلا تيرموكلاستي وبلا جيلي فراكسيون ليكسفولياسيون يعني هاد لي بروسيسوس بخمسه بهم كيهرسوا لنا الحجره وكيفرتوها لنا وكيعطيونا الحجر مشتت في الصحراء مثلا اوكي كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا شنو هي لالتيراسيون فيزيك ندوزو دابا لالتيراسيون شيميك لالتيراسيون شيميك il nécessite la présence d'eau l'essentiel sous climat humide donc يعني ضروري من الماء في لالتيراسيون شيميك essentiel sous climat humide يعني ضروري في الكليما يكون هوميد يعني في كليما هوميد يعني بحال بحيث غادي نشوفوا دابا في لي بارتي جايين بان لي زون اللي هما تومبيري كتكون فيهم لالتيراسيون شيميك اكبر بزاف من لي زون اللي هما ما فيهمش مثلا بحال لي زون اللي ما فيهمش لوميديتي بزاف يعني لوميديتي ولا تومبيراتور ملي كتكون طالعه كيكون لو بروسيسوس ديال لالتيراسيون l'altération soit physique soit chimique qui est akbar min le place li fihom la température habta w fihom l'humidité habta wa khan nkemlo il nécessite la présence d'eau entraînant une modification de la composition chimique de la roche ceci impliquant un ensemble de réactions telles que yani had l'altération chimique katqdar tbeddel lina la composition dial la roche l'original katqdar tbeddel lina المحتوى ديال الحجره اللي هو اوريجينال كيقدر انه يتبدل او لا يتحول لينا وكاينين خمسه لي بيلون دالتيراسيون كاينين خمسه كاينه لا ديسولوسيون شنو هي سي اون رياكسيون سامبل فيزون انترفونير دو لو او ان اسيد اي انتريس سورتو لي روش سالين لي سيل جيم لي بوتاس دو جيبس اي لي بوتاس اي لي جيبس كي سون تري سولوبل لي روش كاربوناتي سون موان سولوبل Mais l'eau de pluie chargée en CO2 agit comme un acide faible lors de sa mise en contact avec la calcite. Ce phénomène de dissolution des carbonates, appelé la décarbonatation, se fait par la réaction suivante CaCO3 plus H2O plus CO2, CaCO2 de plus, plus 2HCO3 bicarbonate de calcium. Je n'ai pas la dissolution. La dissolution, il y a, je vais vous dire comme تحلل. Il y a تحلل بالعربية. يعني ان واحد يعني انك داك المعدن اللي في ديك الحجرة كيمتزج مع 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 الماء. كي يمتزج مع الماء عشان نقول لها لا ديسوليسيون بالعربيه اسيس عليها بالعربيه المهم ان دوك المعادن اللي في ديك الحجره كيمتزجوا مع 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 لاسيد او لا مع لو علاش قالوا لنا هنا لاسيد وهنا لو كنا حنا شرحنا في لي باراغراف اللي هما فاتوا بان القطره ديال الماء ملي كتهبط وكتلقى لنا مع السي او 2 شنو كتعطينا كتعطينا قطره ديال الماء فيها السي او 2 والسي او 2 شنو هو سي ان غاز اي في دو سير و بلوس كو سا ان غاز اي في دو سير سي او 2 يعني الكربون كيزيد من لاسيديتي ديال الماء يعني كتقول لي ديك القطره ديال الماء اسيد ومن هذيك القطره ديال الماء اسيد غطيح على واحد الحجره شنو غدير لها غادي تحولها كيميائيا غادي تحول وهذوك الحجر اللي فيها هذوك المعادن اللي فيها حتى هما غادي يوليو غادي توقع لهم لا ديسوليسيون مع هذا الماء هادو وغادي تامبورطاو مع الماء وهاد الحجره هادي غادي تقدر تفكك وغتوقع لها لا ديسوليسيون تحلل
اوكي، وهاد القضيه دي كتوقع لي روش اللي هما صالين، يعني لي روش اللي فيهم ماده الملح بحال لي سيلجيم، بحال لو جيبس. لو جيبس وقيله واحد الحجره، وقيله هو القبص كاع واحد الحجره. دابا القبص مثلا، طباشير مثلا، اللي خويتي عليه الماشي يوقع يتفرتت، راه هاد الشيء اللي بغيت نشرح لكم، غير يتفرتت ياك. القبص اللي خويتي عليه الماشي يوقع عليه غير يتفرتت، يعني هاد القضيه ديال لا ديسوليسيون كتوقع لي غوش صالين. ولي غوش اللي هما كاربوناتي، يعني لي غوش كاربوناتي هما اللي مصاوبين من الكربون تقريبا. شنو باش كي باش كي ما كيكونوا كيكونوا شويه صعاب باش انهم يتحللوا، ولكن كيتحللوا ملي كتقيسهم قطره ديال الماء فيها سي او 2، حيت لاسيديتي كتكون طالعه، ومع الاعوام ومع مع 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 السنوات هذيك الحجره كتولي كت 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 كتحلل. ليدغاتاسيون، ليدغاتاسيون يعني انك تزيد ليها الماء، يعني تزيد الماء في داك لو كومبوزي. ليدغاتاسيون شنو هي؟ سي لانكوربوراسيون دو موليكول دو ا سيغتان مينيرو بو ايدغاتي كونتوني دون لا روش كوم لي اوكسيد دو فير. ليدغاتاسيون دو ليماتي pour produire de limonite. L'hydratation, il y a un, il y a un élément qui t'aide à faire le minéral. Il y a un qui compte entre maintenant le faire le chagra, que tu connais pas. Regardez, nous allons le H2O. Il y a une regardez, tu voulais hydrater, il y a tu voulais hydrater, il y a hydrater, il y a mumeyha, il y a finalement. Mais à dire le O2 avec le minéral, je n'aurais pas l'air. Là, on a l'exemple de l'hématite. ليدغاتاسيون بو برودوير هاد لي ماتيت، هذا كيعطينا ليمونيت، يعني كيتحول لينا. هانت كتكون عندنا اف او 2 او 3 بلس 3 اش 2 او، هاي اش 2 او هنايا هو الماء، كيعطينا 2 اف او او اش 3. يعني هاد لي ماتيت هادي كتحول لينا ليمونيت بسبب المياه. هادشي هذا كلشي كيميك، هادشي دابا اللي كنشوفو كلشي سي اون التيراسيون شيميك. وهاد المسائل هادو خصكم تحفظوهم ضروري. لا ديسوليسيون، ليدغاتاسيون، ديزيدغاتاسيون، ليدغوليز، لوكسيداسيون، ريدكسيون، اي لا رياكسيون امبليكون لا ماتيير اورغانيك. هاد المسائل هادو خصهم يتحفظو ضروري، تفهمهم وتحفظهم في نفس الوقت. لا ديزيدغاتاسيون يعني انك تنشف ديك الحاجه من الماء. لا بيرد دو موليكول دو يعني كتفقد لينا الموليكول ديال الجزيئات الماء. لا ديزيدغاتاسيون دو جيبس بو برودوير دو لانيدريد، يعني كيكون عندك الجيبس، كيكون عندنا الجيبس هو سي اون روش، هذاك لو جيبس كتنشفو، كتوقع عليه لا بيرد دو موليكول دو، يعني كيتبرد لنا واحد الموليكول ديال لو. شنو كتعطينا؟ كتعطينا لانيدريد. لا سي با وي سي لانيدريد، غيعطينا واحد لا روش اللي سميتها لانيدريد. ليدغوليز خصكم تعرفوا شنو هي ليدغوليز. سي لا ديستركسيون دي مينيرو بار لو، لو بروسيسوس بار لكيل ان كاتيون دون مينيرال اي رومبلاسي بار لو اش بلس. هذا هو الهيدروليز، هو هذا با اش بلس. دار الهيدروليز هو هاد الاش بلس، هذا كيطرم، يعني واحد لو كاتيون، يعني كيكون واحد الكاتيون في واحد المينيرال، واحد الكاتيون في واحد ان كاتيون في مينيرال، وكيطرم بلاصه لينا، كيطرم بلاصه، يعني هذا غادي يمشي وغادي يطرم بلاصه لنا با اش بلس. هذه هي الهيدروليز d'une solution acide. حيت اصلا الاش بلس كيكون في لا سوليسيون اسيد. وهاد ليدغوليز الا تعقلوا كنا قريناها في لا بيولوجي سيلولير، قرينا بان هادوك لي فاكيول اللي كيكونوا وسط لا سيلول، باش كيتوقع لنا مثلا واحد لا موليكول، واحد لا موليكول هنايا ما عندنا ما نديرو بها، غادي توقع لنا هنايا لا فاغوسيتوز، غادي تدخلوا في واحد وسط لا فاكيول. هذيك لا فاكيول غادي يجيو لي بروتون اش بلس، غادي يدخلوا لنا هنايا، ولي بروتون اش بلس ملي كيكثروا لنا هنايا، يعني لاسيديتي دو ميليو تطلع، كتهبط يا ربي، كتهبط. ملي كتهبط شنو كيوقع؟ كتوقع لا ديزاغريغاسيون، لا ديزاغ يعني كتفرتت. هاد لا موليكول هادي كتفرتت نهائيا، يعني ما حد لاسيديتي كطلع، ما حد الموليكول كتفرتت. هادشي اللي كيوقع هنايا اللي تقول ايزايا دي سوليسيون اسيد. لا رياكسيون بو سوا ديتروير كومبليتمون لو مينيرال، يعني كتهرس، سوا كتهرس المينيرال كومبليتمون، يعني كتهرسو كامل،
c'est une hydrolyse dite totale, يعني كنقولوا بأنها c'est une hydrolyse totale إلى هرستنا المينيرال كامل الكامل ou le convertir en ou le convertir en une nouvelle espèce hydrolyse et dite partielle. أو لا داك المينيرال اللي وقعت ليه الهيدروليز كيتحول لينا لواحد المينيرال اللي هو واحد آخر اللي كيتسمى لينا وكنسميو هذه العملية هذه الهيدروليز بارسيال. L'exemple, les falciparates se dissolvent partiellement, يعني كتحلل جزئياً يعني ماشي كاملة جزئياً كتحلل جزئياً produit de la silice كتعطينا la silice en solution et des minéraux argileux يعني كتعطينا silice en solution يعني على شكل محلول وكتعطينا un minéraux argileux والدراري كان والدراري والبنات كان كان كنقول لكم ان هذا الشيء هذا خصو يتحفظ هاد المسائل هادو خصهم يتحفظوا ضروري أتعرف بأن لي بروتون H+ هو أن واحد الكاتيون كيتبدل لنا واحد البروتون H+ وبأن ملي كتكون عندنا النيدغوليز توتال كيكون عندنا المينيرال كيقدر أنه يتوقع ليه ديزاغريغاسيون توتال وملي كتكون عندنا ديزاغريغاسيون بارسيال أو لا سيون ترانسفورماسيون بارسيال كتكون عندنا كنقولوا بأنه غنعطيو بأن ليكزومبل ديال لي فاسيبال ديسولف بارسيالمون بوغ دوني هادشي هاد المسائل هادو خصهم يتحفظوا حيت هادو مزيان تفهم وي ولكن هاد المسائل بحال هادو اكثريات لي رياكسيون بحال هاد لاكا خصهم يتحفظوا ضروري ما تحفظش لا رياكسيون المهم حفظ شنو هي لوكسيداسيون ريدكسيون شنو هي الهيدروليز فهمتيها خصك تكون حافظها ضروري وكنتمنى انكم ديروا بهاد المسائل اللي كنقول لكم لوكسيداسيون ريدكسيون انتريس سورتو لو فير كي باس دو ليتا فيرو ا ليتا فيريك ليكزومبل l'olivine plus l'oxygène, l'oxyde ferrique plus silice. L'oxydation-réduction. يعني كتوقع الاكسده. L'oxydation-réduction كنا قريناها في la chaîne respiratoire. La chaîne respiratoire, يعني حنا ملي كنتنفسو كتوقع لنا عاوتاني l'oxydation-réduction. وهاد l'oxydation-réduction كتوقع بزاف surtout le fer كتوقع الحديد. ها هو عندنا Fe de plus à l'état ferrique. L'oxyde ferrique, يعني هنا الحديد الحديد اش كيوقع ليه الا بقى بزاف اكسبوزي للهواء شنو كيوقع ليه كيتصدى ياك كيتصدى الحديد هو راه هي هذه لوكسيداسيون ريدكسيون فهموها هكا الحديد كيتصدى هاو لوليفين اول لوليفين الاكسجين الاكسيد فيريك بلس لا سيليس نتمنى تكونوا فهمتوا هذا سي ان اكزومبل لا رياكسيون امبليكون لا ماتيير اورغانيك يعني هما واحد يعني واحد لا رياكسيون اللي كيتدخلوا فيها حتى لي زورغانيزم لا ماتيير اورغانيك يعني لا ماتيير اورغانيك يعني راه فيها الكربون يعني سي اون ماتيير اورغانيك كنسمعوا ماتيير اورغانيك راه فيها الكربون صافي L'exemple d'oxydation de la matière organique, produisons de l'eau et du CO2, yani produisons de l'eau et du CO2, lui-même impliqué dans les réactions de mise en solution. هذا في نفس الوقت كي تدخل لينا في des réactions ديال la mise en solution. C6H12O6, انا كنظن ان C6H12O6 وقيلا الجليكوز هذا الجليكوز على ما اظن كتزيد عليه واش جليكوز ما متاكدش او 2 6 او 2 كيعطينا 6 سي او 2 بلس اش 12 يعني شوف تحولتنا من هنا لهنايا وهادو دي رياكسيون امبليكون لا ماتيير اورغانيك لي رياكسيون امبليك اللي كيوقعوا لا ماتيير اورغانيك وهذا كنظن بانه الجليكوز وتتقلبوا شنو هي سي 6 اش 12 او 6 وكنظن انه لو جليكوز يعني هذه ساتيون رياكسيون وخصكم تعرفوا شنو هي شنو هي شنو هي لا رياكسيون امبليكون لا ماتيير اورغانيك خصكم تحفظوها وتعرفوا شنو هي المهم بحال هاد المسائل هادو نورمالمون هاد لي بارتي هادو خصكم تحفظوهم لا ديسوليسيون شنو هي ليدغاتاسيون قلنا لا ديسوليسيون بانه كيوقع ليه المزج قلنا بان لي غوش سالين هما اللي كيوقع لهم هاد الشيء هذا ولي غوش كاربوناتي كيوقع لهم كنزيدو عليهم CO2 اللي كيكون عندنا في الجو باش كيولي عندنا لو ميليو اسيد عاد كيوقع لهم حيت هما صعيب يوقع لهم هكا لي ديغراداسيون قلنا ملي كنزيدو الماء على واحد الحاجه وكتوقع ليها وخدينا ليكزومبل دو ليماتيت كيتحول لينا ليمونيت
ولا ديزيدراتاسيون، قلنا ملي كتنشف شي حاجه كتوقع لنا الجبس، يعني كيكون عندنا الجبس كنشفوه كيعطينا لانيدغيد. ليدغوليز هو اننا كنرومبلاسيو واحد الكاتيون باش بلس، ومني كتكون عندنا ليدغوليز توتال سواء لو مينيرال ديتروي كومبليتمون يعني كيتهرس كامل كنقولوا ايدغوليز توتال، سواء كيتهرس بارسيالمون اولا كيتحول بارسيالمون كنسميوه ايدغوليز بارسيال. L'oxydation réduction gna ou l'état ferreux Fe de chinta aqli ala Fe au plus qui wli lna Fe 3 plus aqli ila aqlti ala hadi bla ma tkteb li hada ferrique le ferreux. Donc l'état ferreux qui tahoul lna l'état ferrique li huwa Fe 3 plus réaction impliquant la matière organique à la réaction yani btadakhul dial O2 kiatina CO2 ou kiatina H2O. كنظن انني طولت عليكم في هذا الفيديو هذا، وليني باش نعطيكم ليسونسييل وباش تفهموا مزيان. دونك بارك في هذا الفيديو، غنخليو لي فاكتور كونترولون لالتيراسيون كيميك. نشوف هذا لا بارتي هذه لالتيراسيون كيميك، نخليو هذا لا بارتي ديال لي فاكتور كونترولون لالتيراسيون كيميك حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، باش ما نطولش عليكم بزاف. وخلونا ابوني وخلونا جيم، وكنتمنى يدوز الامتحان على احسن ما يرام، وتهلاو في راسكم.